نظراً لما تكتس فيه المسكونة وأنفسنا بصفة خاصة، بصلي أن أقدم كلمة مركزة جداً دلوقتي عن أمر الرجاء. وعايز أتكلم عن الرجاء في أول صفحة في الكتاب تاريخياً اتكلمت عن الرجاء. خلينا أقول بلغة ثقافية عند المشاهدين والمستمعين الأعزاء، أقدم وثيقة حقيقية تاريخية إلهية كتابية في كل التاريخ بتتكلم عن الرجاء. خلينا أفاجئك بحاجة جات في سفر أيوب أصحاح 19. شوف بتتكلم إزاي عن الرجاء، وشوف المتحدث حينما يتكلم عن الرجاء يتحدث في أي ظروف، وشوف الكلمات اللي بيقولها ويرجوها كيف تصل إليك وإلي. دعونا ننظر معا في سفر أيوب أصحاح 19 وعدد 23. ليت كلمات الآن تكتب، ليت كلمات الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. أما أنا فقد علمت أن ولي حي، أي فدي حي، والآخر على الأرض يقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذا بدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخر. إلى ذلك تطوب كليتايا في جوفي، وشوف بيطلع اللي جوه الإنسان اللي قدامه. فإنكم تقولون لماذا نطارده؟ والكلام الأصلي يوجد عندي، هو ده الكلام الأصلي، خافوا على أنفسكم من السيف، لأن الغيظ من آثام السيف، لكي تعلموا ما هو القضاء. يبارك الرب كلمة لينا التي نثق أني هيستخدمها بقوة روحه القدوس. الحقيقة كلمة رجاء معناها اللغوي نقل أمجاد مستقبلية وعشتها في الحياة الحاضرة، وده معنى لغوي كتابي أقصى منه معنى أكاديمي. فالمعنى الأكاديمي للرجاء هو أمنية أو أمل يتحقق، لكن هذه ليست دقيقة. ولكن الرجاء أيها الأحباء الغير منظور، أخذت بالكم، هو الرجاء الحقيقي اللي يرى وينظر بالإيمان. أما الرجاء المنظور فليس رجاء. والحقيقة الرجاء مش في أمور وقتية أو زمنية، لكن بالأحرى قبل أن نتحدث ما هو الرجاء، الأفضل أن نقول من هو الرجاء. فإن كنت سبقت وتحدثت عن بعض المعاني عن الرجاء سواء لغويا أو ثقافيا أو علميا أو غيره، لكن في الأهم المعنى الروحي. الرجاء هو شخص، الرجاء هو المسيح يسوع رجاءنا. لقد قال بولس الرسول لتيموثاوس في مطلع كلماته وكتاباته في الرسالة، يسوع المسيح رجاءنا. ولقد أيضا قالها الوحي المقدس في كولوسي الأصحاح الأول، المسيح فيكم رجاء المجد. ولا بلاحظ ان ايماننا الحقيقي يستند ويرتمي دائما على ثلاث حقائق تتعلق بالمسيح. اولا الايمان بالمسيح، ثانيا محبة المسيح، ثالثا رجاءنا المسيح. وده اللي قاله الوحي في كلمة الله تحديدا ما ذكر فيه كورنثوس الأولى 13-13،
أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. حقيقي الإيمان أيها الأحباء له عمل ووظائف وأهمية في الوقت الحاضر. فنحن نخلص بالإيمان وبالنعمة، نحن مخلصون ونقيم في قصر النعمة، وأيضا نتقوى بالنعمة، ونحن ندخل عرش النعمة نصلي، دي حقيقة. وفي نعمة يؤتى بها عند استعلان ربنا يسوع المسيح. كل ده دائرة الإيمان بتعمل فينا جميعا. لكن نحن نلاحظ المحبة المستمرة معنا، محبة المسيح، محبة أزلية، محبة أبدية. محبة المسيح ظهرت وأعلنت محبة الله. محبة الله التي أعلنت في المسيح يسوع وأعلنها على خشبة الصليب لابد أن تنسكب في قلوبنا، وده اللي قاله الكتاب في رسالة روميا، محبة الله اللي انسكبت في قلوبنا في الأصحاح الخامس من الرسالة. خلينا نبص في الرسالة في روميا 5، فإذ قد تبررنا بالإيمان، أده دور الإيمان. وبعدين لما نؤمن، وأنا ببسط وبوضع عشان النفوس اللي الأول مرة تسمع كلمة ربنا في حياتها أو في تاريخها في أي وقت من الأوقات، تؤمن بالإيمان بالرب يسوع المسيح، لك سلام مع الله، لأن كنا أعداء وكنا فجار وكنا خطاة وكنا ضعفاء، كل ده بيقوله في رومي أصحاح 5. لكن لأن تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. بمين؟ بربنا يسوع المسيح لكل المجد. ولما قبلنا الرب يسوع المسيح لكل المجد، خلينا نشوف رومية 5 ونشوفها على الشاشة تشجعنا جدا. آمنت؟ أنا عايز أوضح لك الحتة دي، النقطة دي، قبل ما أدخل في النقطة الثانية. هل آمنت؟ هل لك إيمان حقيقي وعلاقة شخصية بالرب؟ الإيمان في اللغة، اللغات الأصلية واللغات القديمة، هو علاقة، هو خط سري بين قلب الله وقلبك. هل وصل؟ هل أنت عايش في هذه العلاقة ولا لسه؟ فكر معايا، إذا كنت بدأت مع الرب في هذه العلاقة، أهنئك إن لك سلام مع الله. مبارك اسمك يا رب. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. بمين؟ بربنا يسوع المسيح لكل المجد، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان. شفت بقى؟ لهذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، نحن نقيم إقامة دائما في النعمة. ولكن انتبه ونفتخر على رجاء مجد الله، رجاء مجد الله اللي هتحدث فيه بعد قليل. لكن بص في عدد 5، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. إذن في بدء الأصحاح في الأعداد اللي قدامنا في إيمان، في الجزء الأول في العدد الأول. وخلينا في الثلاث أعداد دول بكل تركيز نبص ونلاقي بعد الثلاث أعداد دول يفاجئنا إن بعد ما التزكية يكون فيها رجاء، لكن في محبة، قصدي يرجع لسبب، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. نحن نقيم في النعمة ونتمتع بمحبة الله في شمولها، ومحبة المسيح تحصرنا أي تنتشر في كل كياننا. ولكننا ونحن هنا عائشون بننظر للمسيح رجاءنا، بننظر للمسيح في أمجاده، في نقل أمجاد مستقبلية ونعيشها في الحياة الحاضرة لحين ما نعيشها عيانا. فالآن نحن نعيش بالإيمان متمتعين في قصر النعمة بمحبة الله اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، ونعيش إيمانيا ولنا رجاء في المسيح يسوع. رجاءنا حي بقيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات. رجاءنا مبارك كما قيل في تيتوس أصحاح 2، وهكذا. رجاءنا طاهر كما قيل في يوحنا الأولى أصحاح 3. رجاءنا سماوي كما قيل في تسالونيك الأولى أصحاح 2 وأصحاح 3. نعم،
ولكن سيتحقق هذا الرجاء بكل ما فيه من تفاصيل حينما نلتقي بالمسيح يسوع ونساكنه الأبد. المفاجأة أحبائي إن كل اللي قلته ده دلوقتي معظمه من العهد الجديد، لكن بالنسبة للعهد القديم لما اختار أقدم وثيقة كتابية وتاريخية وثقافية وعلمية وروحية يقولها أيوب عن اختبار شخصي، هتقول لي عرفت ازاي انه هو اختبار شخصي؟ بقول الذي أراه أنا لنفسي، أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران. يا سلام بالإيمان، مع أن المسيح لم يأتي حتى الآن، وما بين أيوب، وغالبا كان أيوب أيام إبراهيم، واخد لبال حضرتك، وقبل موسى، ومن أيام أيوب حتى المسيح قرابة 2000 سنة، بين موسى والمسيح 1500 سنة، وبين المسيح ونحن الآن 2000 سنة. تخيل كام 1000 سنة والرجاء لم يتم بمجيء المسيح. لكن شوف دور الإيمان، أراه أنا لنفسي عيناي تنظران. يا لقوة نظر الإيمان، يا لقوة هذه الرؤية الإيمانية. خلينا أقول بقوة غير عادية إن نظرها أثقب وأعلى وأسمى وأرقى وأبعد مما يفكر فيه الإنسان أياً كان الإنسان. عشان كده عايز تقول لنا إيه؟ يقول اسمعوا، عايز أقول لكم حاجة، وليي أي فديي حي، نعم، وربنا يسوع المسيح حي، كنت ميتا وأنا حي إلى أبد الأبدين. دي الشهادة اللي وردت في رؤيا الأصحاح الأول عن الرب يسوع المسيح، إنه الحي القيوم أي القائم بذاته كما ذكر في سفر دانيال. وعشان كده نحن نعبد الإله الحي لكل المجد يا رب. لقد قال سمعان بطرس، رغم أنه كان إنسان بسيط وكان إنسان له أضعافات وأخطاؤه، لكن حينما اعترف بالرب يسوع المسيح قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، إن ولي حي، فدي حي. خلي بالك، وهذا الفادي الحي، فدي أي ولي، إنه الشخص الوحيد اللي هيقف ويدين في المستقبل. طب وإنت يا أيوب بعد كثرة ألماتك وأتعابك الكثيرة وفقدانك لأعز من لك، أولاد 7، بنات 3، صحتك، كل الكائنات الحية والبيوت، كل المحاصيل الزراعية، كل هذا فقدته، لكن تعمل إيه؟ أنا لا أستبعد إطلاقاً، والرب يرشدني بحاجة دلوقتي أحب أذكرها بس على مسامعك لعلها تقرب الفكرة إليك من سفر أيوب. أيوب لما ضرب بقرح رديء في أصحاح 2 من سفر أيوب وعدد 7، من باطن قدمه إلى هامته أخذ لنفسه شقفة يحتك بها، جالس في وسط الرماد، الشيطان حاربه، بص جسدك، بص صحتك، بص تجربتك، بص ألامك، بص أمورك، بص فقدانك. قال لا، بعد أن يفنى جلدي هذا بدون جسدي أرى الله. إنه يتحدث عن انتقال، إنه يتحدث عن لقاء، إنه يتحدث على نقلة من الأرض للسماء، من المنظور لغير المنظور، من عالم الفناء لعالم البقاء. بدون جسدي أرى الله، يعني إيه؟
يعني ايه الروح بما فيه النفس وارتباط الروح بالنفس؟ تتمتع بالله في الحضرة الإلهية؟ نعم. ألا أنا شايف لنفسي؟ عيني تنظران. إيه مدى أسواقك لرؤية الرب؟ إلى ذلك تطوب كليتاي في جوفي. يا أيوب أنا هعمل معاك لقاء سريع. إيه أكتر حاجة في حياتك تتمنى تدون وتكتب في حياتك؟ يقول أتمنى من قلبي إن موضوع الرجاء ده كل الناس تعرف. هل يا أيوب كنت تعرف إن في سنة اسمها سنة 2021 هتيجي وهنتحدث عن اختبارك يا أيوب كإنسان؟ لا، ولكن روح النبوة. فلم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. أيها الأحباء، دور النبوة، دور الإيمان، دور الوحي. لك الشكر يا رب. وكأن الرب بيقدم وثيقة كتابية تاريخية لكل الناس. أيوب أممي، والعبران ما يحبهوش كتير لأنه أممي، يحب موسى لأن منه، يحب إبراهيم، يحب كثيرين من هؤلاء المميزين رجال الله. لكن أيوب ده بقى لأنه أممي زينا، روح الله القدوس أوجد هذا السفر عشان يوصل للأمم بصفة خاصة في أمر الرجاء. فعشان كده مجرد ما الشخص يبص، وأنا بسأل نفسي وبسأل أيوب المبتلى كثير البلايا اللي مجتاز في هذه الظروف الصعبة القاسية التي تتناسب مع ظروف كثيرين في الوقت الحالي، يقول أهم موضوع إن أتحدث عن فادية، أهم موضوع أن أتحدث عن الاستعداد للقاء، أهم موضوع أريد أن يكتب ويرسم في سفر وينقر إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص، هو هذا الموضوع. بفكر بصوت عالي إن لولا المسيح رجاءنا كنا أشقى جميع الناس. لولا أن في بقاء وفي أبدية كنا من أتعس سكان الناس. ولكن نشكر إلهنا من كل القلب، لأن الرب لما أتى بنفسه، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، جه مخصوص عشان يصالحنا مع الله، جه مخصوص عشان يبيد بموته ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، جه مخصوص عشان يبطل ويميت الموت المخيف المرعب لكثيرين. فنحن لا نخشى الموت بعد أن يفنى جلدي هذا، بدون جسد أرى الله. كل واحد يفكر دلوقتي، ألا يعزيك الرجاء؟ ألا يفرحك شخص المسيح؟ ألا يجعلك تراجع نفسك إن كنت اختبرت الرب وتشكره لأجل هذا الإيمان الحقيقي، لأجل المحبة الحقيقية اللي انسكبت في قلبك بالروح القدس؟ ألا يساعدك أن تكون مترقب ومنتظر شخص الكريم؟ وألا أيضا تقدم رسالة للآخرين تحذيرية، لأن الوقت منذ الآن مقصر، وقلب الحكيم بيعرف الوقت، ولابد أن نستيقظ ونفوق. فبقول لهم انتبهوا، انتبهوا وخافوا على أنفسكم، خافوا أنه في قضاء، خافوا أن في دينونة، خافوا أن في شخص سيقضي، هو اللي على الأرض يقوم ستاند يعني يقف، بينما أنا أقف لأكافأ أمام كرسي المسيح. عايز يقول كده المختبر، لكن أنت تقف يا مسكين أمام العرش العظيم الأبيض الذي من وجهه
هربت السماء، أي السماء المخلوقة والأرض. وفكر قد إيه فرق كبير جدا بين المؤمن الحقيقي اللي مولود من الله، اللي مولود ثانية، اللي صار في المسيحية الحقيقية مسيحي حقيقي، يعني اللي بيظهر المسيح في حياته، ماضيه مغفور، حاضره مستور، مستقبله مضمون. أصلي من قلبي في ضيق هذا الوقت القصير إنك حتى لو كنت في ضيقة، عالمين إن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، تزكية عن نجاح بتقدير ممتاز، والتزكية رجاء، والرجاء لا يمكن يكون في خزي ولا في عار ولا في خجل. والسبب لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. المؤمن يبقى جاهز، المؤمن يكون مستعد. عشان كده في هذا السفر يقول أصغرهم الشاب اللي فيهم أليه لا أحابين وجه رجل، أيوب 32:21، ولا أملث إنسانا لأني لا أعرف الملثى، لا أهادن أحد، لا أداهن أحد، لا أحابي أحد. ليه؟ لأنه عن قليل يأخذني صانعي. أصلي من قلبي أن نكون مستعدين لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، وذاك أفضل جدا. تقرت سريعا فنطير. حتى متى يا ربنا نبقى هنا بالانتظار؟ فيا دقائق أعبري وقربي ذاك النهار. دعونا نسكب قلوبنا قدام الرب، ودعونا نتحدث بكل أمانة للفريقين. فريق المؤمنين الحقيقيين إن يكونوا جاهزين لهذا اللقاء باستعداد حقيقي، لا رثاء للنفس، بل بالعكس إعلان، توضيح إن في لقاء، إن في رجاء، إن في مقابلة. ودعوني أكلم كل نفس مسكينة بعيدة لم تتوب وترجع حتى الآن، يلي خايف من الموت، يلي خايف من الدينونة. عندك حق تخاف، لأنك بدون مسيح، بدون إله، والحقيقة بدون إيمان لا يمكن أن ترضى الله. لكن تعال له الآن بالإيمان وثق، ثق فيه، قل له ارحمني، ارحمني أنا الخاطي، قل له اقبلني واديني حياة أبدية. يا رب احنا بنستودع نفوسنا بين إيديك، ونستودع كلمتك للجميع بين إيديك. استخدم هذه الفرصة ووصل كلمتك للكل، واذكر كل الأحباء الذين يصلون لهذه الفرصة، وجهزنا ليوم اللقاء. في اسمك ربنا يسوع المسيح الكريم استجب، وليك من كل القلب كل الشكر. آمين.